احنا كده يا جماعة خلصنا فلترة وخلصنا ووشنج بال10 مللي اللي كانوا معايا اللي انا مجهزاهم، بس طبعا في بواقي هنا في البيكر، البواقي اللي في البيكر دي اداتيفز اصلا هي ما بتدوبش في الميثانول، انما انا كده غسلت عشان اضمن ان انا خدت كمية الاندوميساسين كلها. خلاص كده ما عادش في حاجة اهو، المفروض ان انا كده خدت الكونتنت بتوع الاندوسيد كبسول اللي هم 25 مللي جرام. الطريقة بتاعتنا قلنا ان هي اسيد بيز بس هي باك تايتريشن، المفروض ان انا عندي دلوقتي ده اسيد احط عليه 25 مللي من الصوديوم هيدروكسيد، هنحط 25 مللي صوديوم هيدروكسيد اهو. طبعا المفروض زي ما احنا متعودين بنغسل 25 مللي صوديوم هيدروكسيد وبعد كده اخد ال 25 مللي بتوعي. هحطها مع الكونتنت اللي عندي. كده خدت 25 مللي صوديوم هيدروكسيد. كده حصل رياكشن ما بين الاندوميسيسين وجزء من الصوديوم هيدروكسيد، واتبقى عندي اكسس انيوزد من الصوديوم هيدروكسيد. عايز اعمل له ديترمينيشن، هعمل له باك تايتريشن اجينست اتش سي ال باستخدام الفينولفيسالين انديكيتور، هنحط 10 نقط زي ما احنا عارفين. طبعا اللون بينك لان انا عندي تحت في الفلاسك الاكسس انيوزد من الصوديوم هيدروكسيد. بعد كده لغايه ما اللون بتاعي يبقى كلرليس ابقى انا كده وصلت للاند بوينت. هو الاند بوينت بتاعته بتطلع كبيره شويه،